جبريل. فكان لما جبريل ينزل على سيدنا النبي، يا عيني سيدنا النبي ده يا جماعه اتحمل كتير قوي. كان جبريل مجرد نزل على النبي وهو في طوبه في عز الشتاء، العرق ينزل يصب من جبينه صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشه مره بتحكي بتقول كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجله على فخذي، يعني النبي قاعد كده مع زوجته حبيبه قلبه ستنا عائشه، ورجل النبي على 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 رجل عائشه كده رضي الله عنها امنا، فالوحي نزل وهو كذلك. تقول عائشه فقبل الوحي ما ينزل ما كنتش حاسه برجل النبي عادي، فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم احسست برجل النبي اثناء الوحي كان جبلا على رجلي. يا الله، كان جبل على رجلي. فسيدنا النبي شاف كتير والوحي كان تقيل، مش 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 هزار. إن سنلقي عليك قولا ايه ها ثقيلة، يعني سبحان من ثبت النبي اثناء الوحي. موضوع كبير هنتكلم عليه بعد كده، الذي نزل على النبي بواسطه جبريل. اشمعنى جبريل؟ يعني ما هو كل ملك له اختصاص، ربنا موزع فوق في السماء اختصاصات، الملك ده كذا وده تخصصه كذا وده وظيفته كذا. فجبريل للوحي مثلا، يعني هنتكلم بعد كده عن الملائكه بس على السريع كده. ميكائيل للارزاق، سيدنا الملك ميكائيل. اسرافيل للنفخ في البوق، يبقى اللي هينفق في البوق او في الصور عشان الساعه تقوم اسرافيل. والموكل بتوزيع الارزاق ميكائيل، والموكل بنزول الوحي جبريل، وايه كمان؟ والموكل بكتابه الحسنات والسيئات رقيب وعتيد، والموكل بسؤال الانسان في القبر يا رب ثبتني عند سؤال الملكين منكر ونكير، والموكل بقبض الارواح. ركز في دي بقى قوي، الملك الموكل بقبض الارواح اسمه ايه؟ ايوه، لا ما اسموش عزرائيل. عبد الرحمن؟ لا مش اسمه عبد الرحمن، انا سامعك، انما اسمه ايه؟ ملك الموت. ملك الموت ملوش اسم، هو اسمه كده، القرآن قال كده. القرآن لما ذكره في سورة السجدة قال ملك الموت، ملك الموت. انما كلمة عزرائيل دي غلط، وكلمة عبد الرحمن دي برضو غلط. امال جت منين؟ احنا عندنا في الاسلام اسمه ملك الموت، انما عزرائيل دي هم ركبوها على ميكائيل او على اسرافيل وسموه عزرائيل. عزرائيل دي كلمة تشاؤم، كلمة فيها تشاؤم وشر وفيها بغض، وعبد الرحمن فيها كلمة تودد، قال يعني بيكسبوا رضاه عشان يبقى اما ايه ما يزنقهمش، يعني غلط برضو. لا احنا مع دول ولا احنا مع دول، احنا معاه اللي اسمه ايه؟ ملك الموت بس. يبقى جبريل كان تخصص وحي، تخصص قرآن، يبقى القرآن هو تاني كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين السماء جبريل. ها، المعجز في لفظه ومعناه. يعني ايه المعجز؟ يعني على غير الطبيعة، على غير العادة، حاجة فيها إعجاز خارق للعادة. في لفظه يعني في النص اللي موجود المكتوب في المصحف، ومعناه حتى المعنى فيه إعجاز يا أخي، سبحان الله. هنتكلم مع القرآن بعد كده على مدار حلقات طويلة.